اللاعب الكبير ليس بالضرورة مدرب كبير. هل أخطأ رابح ماجر بقبوله تدريب الجزائر؟ يعتبر الكثيرون رابح ماجر واحد من أهم مهاجمي العالم في فترة الثمانينيات، بالإضافة إلى كونه من أفضل اللاعبين الجزائريين في تاريخها بعد حصوله على الكثير من الألقاب الفردية والمحلية والدولية. فمسيرته مع المنتخب الوطني ومشاركته في كؤوس العالم وإفريقيا، بالإضافة إلى مسيرته الاحترافية في أوروبا، جعلته دائما الحضور في قائمة أحسن اللاعبين في العالم على مر العصور. لكن تعيينه منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري خلف ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض. فعلى الرغم من أن الأسطورة الجزائرية يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط الجماهير، نظير الإنجازات التي أحدثها كلاعب كرة قدم، كان هنالك تشكيك في قدراته التدريبية، خصوصا أن سيرته الذاتية في ميدان التدريب ليست مبهرة بالنسبة للكثيرين. صاحب الكعب الذهبي والمتوج العربي الوحيد بدور أبطال أوروبا لكرة القدم سنة 1987 مع نادي بورتو البرتغالي، بات من المغضوب عليهم في الشارع الكروي بمجرد عودته إلى المنتخب الجزائري، خصوصا أن ماجر متهم من طرف الأنصار والصحافة الجزائرية بالتناقض والكيل بمكيالين أثناء تدريبه المنتخب. فبينما لا يتقبل الانتقادات الموجهة إليه بسبب النتائج السلبية التي يحققها، كان ماجر من أبرز المحللين الكرويين الذين انتقدوا المدربين السابقين للمنتخب في استديوهات التحليل الكروي في القنوات التلفزيونية. كما قد أثيرت عدة انتقادات وشبهات حول حيازته على شهادات تدريبية تثبت كفاءته كمدرب من عدمها، ناهيك عن ابتعاده عن ميادين الكرة لأكثر من 10 سنوات. في هذا الفيديو نستعرض رحلة رابح ماجر مع كرة القدم، من أسطورة يمتع جماهير العالم إلى مدرب يتعرض للشتائم في المدرجات. من شوارع حسين داي بالجزائر العاصمة بدأت موهبة رابح ماجر في السطوع، وأثناء دورة للإحياء بكرة القدم كان المدرب الجزائري عبد القادر بلامين يكتشف مهارات الساحر الصغير، ليقرر بعدها ضم اللاعب إلى نادي المدينة نصر حسين داي وهو في سن 10. كان المركز الذي يلعب فيه ماجر أو سي مصطفى كما يحب أن ينادى من مقربيه هو قلب الدفاع، إلى أن اقترح مدرب النصرية الدفع به كرأس حربة في مباراة الفريق ضد اتحاد الحراش، وهناك أبدع ماجر وسجل ثنائية حولت علاقته بمنطقة الجزاء من مدافع عنها إلى قناص للأهداف. بعد أن قاد لاعب النصرية نصر حسين داي إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية سنة 1978 وتتويجه معها بالكأس المحلي عام 1979، تلقى رابح ماجر الاستدعاء الأول للانضمام إلى محاربي الصحراء المنتخب الوطني الجزائري، وجاءت بدايته الحقيقية مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا سنة 1980 بنيجيريا، واستطاع الخضر الوصول إلى المباراة النهائية بعد غياب استمر عقدا من الزمن عن المونديال الإفريقي. ومع جيل فريد من اللاعبين أبرزهم الأخضر بلومي وعلي فرجاني وصلاح عصاد وجمال زيدان ومهدي سرباح، إضافة إلى شعبان مرزقان، وبالطبع رابح ماجر استطاع الخضر الوصول إلى ربع نهائي في الدورة الأولمبية للألعاب الأولمبية بموسكو سنة 1980 والتأهل إلى مونديال إسبانيا 1982. في كأس العالم 1982 أذهل رفقاء ماجر العالم بفوزهم 2-1 على ألمانيا الغربية، ألمانيا التي ستصل إلى المباراة النهائية فيما بعد، وكان هدف الافتتاح من أقدام رابح ماجر مسطرا اسمه كأول جزائري يسجل في كأس العالم. وكادت الجزائر تتأهل للدور الثاني لكنها خرجت بفارق الأهداف بعد مباراة العار مباراة النمسا، حسب تعبير الجارديان البريطانية، بين النمسا وألمانيا الغربية بتعادلهما. لكن ماجر ورفقائه نجحوا في التأهل مرة ثانية على التوالي في كأس العالم بالمكسيك سنة 1986، وكان أول منتخب إفريقي ينجح في ذلك. المستوى الرابع الذي ظهر به ماجر خلال كأس العالم بإسبانيا سنة 1982 جعل عروض الاحتراف تتهاطل عليه، وكان العرض الأول من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن رابح ماجر أمضى لنادي ريسينغ باريس الفرنسي الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية، والذي حقق معه الصعود إلى الدرجة الأولى بعد موسم واحد سجل خلاله ماجر 21 هدفا، وأهله ذلك الموسم للانتقال إلى بورتو البرتغالي سنة 1985. ومع بورتو كانت قصة أخرى للنجاح تسطر في سجل ماجر. في صيف 1985 كان رابح ماجر قد غادر للتو النادي الفرنسي،
والوجهة كانت نحو البرتغال، أين وقع على عقد مع العملاق البرتغالي بورتو. وقد تمكن في موسمه الأول من قيادته لتحقيق الدوري البرتغالي لموسم سنة 1986، وفي الموسم الثاني له مع بورتو استطاع الأسطورة الجزائرية أن يقود الفريق البرتغالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهناك كان على موعد مع التاريخ. في المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي بالعاصمة النمساوية فيينا يوم 27 ماي 1987 وأمام 62 ألف متفرج، استطاع النجم الجزائري أن يخطف الأنظار بتسجيله هدفا بالعقب ضد نادي بايرن ميونخ الألماني. صارت الأهداف بالعقب بعدها ماركة مسجلة باسم اللاعب الجزائري، تمكن من خلاله من تعديل النتيجة قبل أن يساهم بتمريراته الحاسمة لزميله البرازيلي جواري في فوز النادي البرتغالي بلقب دوري أبطال أوروبا، ويحقق ماجر أيضا لقب هداف البطولة. وبعد أشهر قليلة على إنجاز فيينا، أحرز رابح ماجر هدف الفوز في نهائي كأس العالم للأندية في نسخته القديمة أمام بطل أمريكا اللاتينية الأوروغوياني. وبعد مسار ذهبي رفقة بورتو البرتغالي، قرر ماجر تغيير الوجهة إلى الدوري الإسباني، أين انتقل في موسم 1988 إلى نادي فالنسيا لموسمين، سجل خلالهما 15 هدفا قبل أن يعود مجددا إلى بورتو ويتوج معه بالدوري المحلي سنة 1990، ثم انتقل لنادي قطر القطري خلال موسم 1991 حيث اختتم مشواره الاحترافي هناك. وفي سنة 1990 قاد رابح ماجر المنتخب الجزائري للتتويج باللقب القاري الوحيد آنذاك في تاريخه، حينما فاز بكأس الأمم الإفريقية في نسختها المقامة بالجزائر على منتخب نيجيريا بهدف لصفر. وكانت آخر مقابلة رسمية له مع المنتخب بلاده أمام المنتخب الكونغولي في دورة كأس أمم إفريقيا المقامة بالسنغال سنة 1992. أعلن بعدها أحسن لاعب جزائري في التاريخ الاعتزال دوليا، بعد أن لعب مع المنتخب الجزائري 87 مباراة سجل فيها 32 هدفا. وفي سنة 2010 نظم نادي بورتو البرتغالي حفلا كبيرا على شرف اللاعب الجزائري، احتضنه ملعب دراغاو بلشبونة، أين تم تقليد النجم الجزائري وساما عرفانا لما قدمه لهذا الفريق، خاصة عندما قاده إلى التتويج الأول بدور أبطال أوروبا. بعد اعتزاله المستدير توجه ماجر إلى مهنة التدريب، عسى أن يكتب تاريخا جديدا موازيا لما فعله كلاعب. فدرب المنتخب الجزائري سنة 1993 ولم يكتب له النجاح بعد أن فشل في تأهيل المنتخب الأول إلى نهائيات كأس إفريقيا سنة 1994 ونهائيات كأس العالم لنفس السنة، لتتم إقالته بعدها في سنة 1995 ويعين مدربا لفريق الشباب في بورتو من 95 إلى 97. وفي عام 1997 توجه ماجر إلى الشرق ليعين مدربا لنادي السد القطري الذي لم يحقق معه أي لقب، ثم ينتقل لتدريب الوكرة لمدة عام آخر، واستطاع أن يظفر معه بلقب دوري القطري الممتاز، ليستدعى بعد ذلك لتولي مهمة الإشراف على المنتخب الجزائري من جديد سنة 1999 ويفشل مجددا في تأهيله لكأس العالم 2002، فيترك قيادته للمنتخب الجزائري عقب خروج محاربي الصحراء من نهائيات كأس إفريقيا 2002. وكانت آخر محطاته التدريبية بتعاقده مع نادي الريان القطري موسم 2005-2006. ومع صدمة الفشل التي لاحقت رابح ماجر في مجال التدريب، تحولت مهنة الأسطورة الجزائرية من العشب الأخضر إلى بلاطوهات التحليل، أين عمل محللا في إحدى الفضائيات العربية الرياضية. ومع عودة المنتخب الجزائري بقوة إلى الساحة الدولية بتأهله مرتين متتاليتين إلى كأس العالم في 2010 و2014، بدأ اسم ماجر يعود إلى الواجهة الكروية في الجزائر، بعد أن بدأ الإعلام الرياضي في عقد مقارنات بين جيل لاعبي سنة 2014 وجيل 82. حماس رابح ماجر في الدفاع عن جيله أسقطه في تهمة تحطيم جيل 2014 حسب بعض المتابعين، بعد أن أسهب في شن الانتقادات للمدربين المتعاقبين على المنتخب. البداية كانت مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إذ فتح ماجر النار على الاتحاد الجزائري لكرة القدم محملا إياه الفضائح التي باتت تطبع الكرة المحلية في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي باتوا مهتمين فقط بشؤون المنتخب الوطني، في إشارة من ماجر إلى تدهور مستوى النوادي المحلية، موجها اتهاما مباشرا لرئيس الاتحادية الجزائرية السابق
محمد روراوة بالفشل مطالبا إياه بالرحيل. بعدها توجهت أسهم ماجر إلى المنتخب الوطني الأول بعد مونديال 2014، أين واصل انتقاده للمدرب الفرنسي الجديد كريستيان غوركيف، إذ قال ماجر بعد خروج المنتخب الجزائري من كأس إفريقيا 2015: المدرب يفتقد الخبرة في القارة الإفريقية لأنه يخوض كأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه وتدريبات منتخبات وطنية، ولذلك لا يعرف شيئا عن واقع المنتخبات والكرة والبطولات الإفريقية. استمرت انتقادات ماجر للمدربين الأجانب، فبعد إقالة غوركيف وتعيين الصربي ميلان رايفاتش، فتح لاعب بورتو السابق النار على المنتخب الجزائري الجديد متهما إياه بضعف الشخصية، مطلقا اتهاما خطيرا للمدرب بفرض بعض الأشخاص من الاتحاد الجزائري لكرة القدم للتشكيلة على المدرب الصربي، معتبرا ذلك بأنه سيؤدي بالمنتخب الجزائري إلى الهاوية، ليقال بعدها ميلان رايفاتش من منصبه بعد شهور قليلة فقط من تعيينه. بعد رايفاتش، صوب رابح ماجر المحلل الرياضي انتقادته نحو المدرب الجديد البلجيكي ليكانس، الذي لم يبقى هو الآخر سوى شهرين، حيث شن أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر هجوما حادا على جورج ليكانس بسبب اختياراته لقائمة اللاعبين التي ستشارك في أمم أفريقيا 2017 بالجابون. وقال ماجر إن التشكيلة التي اختارها ليكانس تفتقد للخبرة والمشاركة في مثل هذه البطولات الكبرى. وقد انتقد الإعلام هذه التصريحات للاعب السابق للمنتخب الوطني، من بين المنتقدين كان المعلق الجزائري الشهير رابح دراج، الذي اتهم الأسطورة الجزائرية بتحطيم الخضر أثناء تعليقه على مباراة بتصفيات كأس العالم، مطالبا رابح ماجر بالسكوت وبأن الكرة الجزائرية اليوم ليست هي نفسها التي كان يلعبها ماجر. وأضاف رابح حفيظ دراجي أن مسؤولية تحطيم المنتخب يتحملها ما أسماها بفلاسفة التحليل السلبي، في إشارة ضمنية إلى رابح ماجر. جدير بالذكر أن رابح ماجر عين مدربا فنيا للمنتخب الجزائري بعد إقالة الكراز شهر أكتوبر الماضي، وبات ماجر صاحب 58 عاما خامس مدرب للمنتخب الجزائري في أقل من 3 سنوات، وسبق لماجر تدريب المنتخب الجزائري بين سنتي 1994 و1995، ليعاود الظهور أيضا بين سنتي 2000 و2002، وأقيل بعد خلافات مع الرئيس السابق للاتحاد محمد روراوة. أصبح ماجر في مايو الماضي مستشارا لخير الدين زتشي بعد تولي الأخير رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم. لم يشهد تولي مدرب من المدربين السابقين لمحاربي الصحراء خصوصا في السنوات الأخيرة جدلا مثل ما أحدثه خبر تعيين رابح ماجر مدربا للمنتخب الجزائري، فرغم سجله الكروي الحافل كلاعب باعتباره أحسن لاعب جزائري في التاريخ، إلا أن ذلك لم يشفع له من التعرض للانتقاد الشديد من الصحافة والشارع الكروي. ويمكن تلخيص هذا السخط الجماهيري على ماجر في النقاط التالية: أولا، هو مدرب لا يحمل شهادة تدريب، فبمجرد الإعلان عن اسم ماجر مدربا للفريق الأول، فجر الإعلامي الجزائري الشهير حفيظ دراجي قنبلة من العيار الثقيل، بعدما أكد من خلال منشور له على صفحته على الفيسبوك أن تولي أسطورة كرة القدم الجزائري رابح ماجر لمنصب مدرب المنتخب الوطني غير قانوني. واستعان دراجي بالمادة رقم 34 من القانون الجزائري، والتي تنص على حرمان المدرب الذي لم يزاول المهنة لمدة تزيد عن 3 سنوات سواء في الداخل أو الخارج من الحصول على رخصة تدريبية. وأكد دراجي في الوقت ذاته أن ماجر لا يملك أي رخص تقنية خاصة بالتدريب من الجهات المعترف بها دوليا، لكنه في المقابل تحصل على رخصة درجة ثالثة من الوزارة الجزائرية والتي لا يحق لها الإصدار من الأساس. بدوره انتقد المدرب السابق لوفاق سطيف نور الدين زكري قرار تعيين رابح ماجر مدربا وطنيا على خلفية عدم امتلاك الأخير للخبرة والكفاءة التدريبية اللازمة، بالنظر لابتعاده عن ميادين التدريب لسنوات طويلة جدا وعن أداء ماجر مع المنتخب. قال حفيظ الدراجي إن ماجر كان يرافع عن اللاعبين المحليين طيلة 10 سنوات، ولما صار مدربا للمنتخب صار هناك اللاعبون المحليون كبش فداء، وهو ما حدث في مباراة السعودية بعد أن أغلق ماجر الباب. أمام المحليين بعد خسارتهم المباراة، معتبرا أن ماجر أتى للمنتخب من أجل الانتقام منه. ثانيا، الخضر في عهد ماجر فشل ذريع.
شهد المنتخب الجزائري تحت إشراف رابح ماجر نتائج كارثية على مراحل ثلاث كانت القيادة فيها للنجم الجزائري. البداية من تصفيات كأس إفريقيا سنة 1994 التي أقصيت الجزائر منها بعد إشراك رابح ماجر لاعبا معاقبا. وفي الإشراف الثاني على المنتخب فشل ماجر في الفوز بأية مباراة في تصفيات كأس العالم 2002 عدا الفوز على مصر بالجزائر، والفشل الأكبر كان في كأس إفريقيا التي لم يحصل فيها الخضر سوى على نقطة واحدة ليخرجوا من الدور الأول. ومنذ تعيينه مدربا للخضر في أكتوبر الماضي استهل ماجر مبارياته بتعادل مخيب مع نيجيريا في تصفيات كأس العالم، كما انهزم ضد كل من إيران والسعودية ليسطر مسارا فاشلا منذ البداية. ثالثا، خياراته التكتيكية تطرح علامات الاستفهام. لا تزال الانتقادات توجه للمدرب المنتخب الجزائري قبيل كل مباراة بسبب الخيارات في التشكيلة، فالمدرب الجزائري يصر على تهميش واستبعاد كوادر المنتخب الجزائري في صورة لاعب قلعة جلطة سراي سفيان فيغولي وإسلام سليماني مهاجم نيوكاسل آنذاك، وحارس مرمى الاتفاق السعودي رايس وهاب بن بلحي الذي لطالما قدم أداء طيبا مع المنتخب، والاعتماد على اللاعبين المحليين خصوصا في حراسة المرمى والتي عرفت جدلا باعتماد ماجر على حارس مولودية الجزائر فوزي شوشي واعتباره أنه الأحسن في إفريقيا، وهذا ما أغضب الجماهير الجزائرية التي طالبت برحيل المدرب الجزائري. وكان الدولي الجزائري سفير طايدر قد انتقد المدرب الجزائري على عدم إشراكه ولو دقيقة واحدة خلال المباراتين الوديتين أمام تنزانيا وإيران من خلال مغادرته دكة احتياط منتخب الجزائر في مباراة إيران قبل دقائق من نهايتها دون إذن من الجهاز الفني. لم يتمالك رابح ماجر نفسه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة الجزائر مع جمهورية إفريقيا الوسطى منتصف نوفمبر الماضي، إذ دخل في ملاسنات حادة مع أحد الإعلاميين الذي وجه سؤالا لنجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز يتعلق بافتقاد المنتخب الجزائري لهوية وطريقة لعب، قبل أن يقاطعه المدير الفني الجزائري ويهاجمه بقوله قائلا: أنت عدو المنتخب، عليك أن تذهب للتقاعد وتترك المجال للصحفيين الشبان. أصمت 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 باللغة الفرنسية، تيزيفو تيزيفو، أنا أحترم الحاضرين في المنتخب المؤتمر الصحفي ولا أحترمك أنت. لتخلف الحادثة هذه انتقادات واسعة للمدرب ماجر، اضطرت الناخب الجزائري إلى تجنب التصريح وتنظيم المؤتمرات الصحفية خشية تكرر المشهد، في تناقض صارخ مع تصرفات نفس الشخص الذي كان يعمل محللا في إحدى الفضائيات الجزائرية قبل أن يصل إلى منصب المدرب الوطني ويوجه من خلالها انتقادات لاذعة للمدربين واللاعبين الجزائريين. بعد الخسائر المتتالية التي شهدها المنتخب الوطني ارتفعت أصوات لبعض المشجعين الجزائريين مطالبة بإقالة رابح ماجر من رأس العارضة الفنية، وأعلنوا مقاطعتهم للمباريات التي يخوضها محاربو الصحراء، وهو ما تجلى في الحضور الجماهيري الباهت الذي باتت تشهده مباريات الخضر، ناهيك عن رفع بعض المشجعين لافتات تطالب برحيل ماجر، كما شهدت مباراة إيران الودية شتم رابح ماجر من طرف الجماهير الجزائرية رغم لعب المباراة في النمسا، وطالبت الجماهير برحيل ماجر مبدية سخطها على تراجع مستوى المنتخب الجزائري.